صباح الخير لكم. ودائما لما بيكون ابننا عنده موهبه من القطع السريع بنحس انه هو بعمر صغير انه عنده موهبه، بنحاول انه احنا ننميها وبنحاول انه احنا نطورها. كل الاطفال مواهبهم يا ترى بتكون وراثه، يا ترى بتكون من العائله القريبه او من محيط المدرسه. رح نتعرف اكثر عن مفهوم الموهبه والابداع عند اطفالنا وكيف بنقدر نوجهه بالمسار الصحيح مع الدكتوره عائشه اسعد، وهي مدربه معلمين في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير، شكرا كثير لاستضافتكم ولطرح هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وبجوز يعني المواضيع جدا مهمة خصوصي للآباء والأمهات، أنك تكتشف الموهبة الموجودة عندك وتنميها. وأنا بجوز يعني عندي معلومة بسيطة أنه كثير من الأولاد يعني عمر 5 سنين فما دون يعني بتكون الموهبة أصلاً موجودة عند الأولاد، ولكن احنا لازم نبحث عنها. ولكن شو اليوم بنقصد بالموهبة اللي موجودة عند الأطفال؟ شكرا لهذه المقدمة. جميع الأهل لديهم هذا الميول وهذه الرغبة في أنهم يطوروا قدرات أبنائهم وأن يصلوا إلى درجة التميز. ما بننكر أنه كل طفل وكل شخص يولد بموهبة، فإذا امتددنا بداية من التعريف الكلاسيكي للموهبة فهو يبدأ كان بالقدرات العقلية العالية، يعني الشخص اللي عنده نسبة ذكاء مرتفعة فوق 140 هذا شخص موهوب، دون ذلك لا. تطور فيما بعد إلى أنه هو الشخص اللي لديه تحصيل أكاديمي عالي، وأيضا دون ذلك لا. المفهوم الحديث الآن حول الموهبة هو الذي يتطرق إلى الاستعداد الفطري. أنا لدي استعداد فطري، لدي تميز، لدي قدرة مختلفة عن الآخرين تميزت فيها، هذه هنا تعتبر الموهبة. ممكن تفضلت حضرتك أنه كل حدا موهوب، نعم نحن نبدأ أو كل حدا يولد بموهبة ولديه ميول باتجاه معين، ولكن مش كل الأشخاص قدروا كملوا بهاي الموهبة وقادر على اكتشاف ما هي هذه الموهبة. يعني في أشخاص كتير أنت إيش بتحب ما بيعرف، ممكن هو بيشتغل أشياء كثيرة لكن هو ما بيعرف بإيش بتميز أو بإيش هو بحاجة إلى أن يطور قدراته حتى تصل إلى مرحلة الإبداع. مفهوم الموهبة لازم نعرف أنه هو بيرتبط بسمتين، السمة الأولى هي سمة فطرية والأخرى مهارات. فطرية في أنها تكون مكتسبة، في أن يكون لديه ميول، لديها عاطفة، لديه اهتمام، لديه تميز في هذا الموضوع. والثانية مهارات، فهو يترجم هذا الاهتمام وهذا الميول إلى مهارات عملية. إذا ما تواجد الجهتين تأكد أنه هي ستبقى هواية وليست موهبة. بالإضافة إلى البيئة، لما نقول في استعداد فطري إذا ما كان في بيئة محفزة صحيح وثقافة وبيئة داعمة لهذه الموهبة، فإن الموهبة تبقى ماذا في دون درجة الإبداع وتبقى في سجل الهوايات. أنا بدي أوقف عن جملة ذكرتيها دكتورة، كل طفل يولد عنده موهبة. نعم. في أطفال كتير ما بيكون في عندهم أي نوع من الموهبة، ولا إحنا مفهوم الموهبة عندنا بدماغنا مختلف من شخص لآخر، خاصة لما بربط مثلا الرياضة أو الفن أو الرسم أو مواهب تانية. صحيح، حضرتك ذكرتي في أنه أنا فبالتالي جبتي الوجع على أنه الأهل هم الأساس في اكتشاف هذه المواهب عند الأطفال. من هم الأقرب؟ الأهل. الملاحظة هي الأساس. معظم الدراسات قامت على ملاحظة سمات الموهوبين، إذا هي ملاحظة، أنا ما باجي بقول إن الموهوب هو سمات موجودة فيه وولد فيها، لا، أنا لاحظت ما هي السمات التي تكررت عنده حتى أصبح موهوب. النقطة الثانية في إنه أنا كيف أجد طفل موهوب، جميع الأهالي في سن 5 سنوات 6 سنوات وما قبل ذلك يجد أطفالهم موهوبين، ليه؟ لأنه سمات الموهوب تتشابه مع السمات النمائية للطفل في هذه المرحلة. طبعا. يعني الطفل الموهوب يحب الخيال، يحب الفضول، يحب الاستكشاف، يحب يسأل، والطفل العادي برضو بيكون عنده هذه الممارسات، لكن ماذا يختلف الطفل الموهوب عن الطفل العادي؟ في إنه إذا توفرت فيها السمتين، السمة الأولى الاستمرارية، يعني هو دائم السؤال، دائم الفضول، دائم الاستكشاف، وثانيا النقطة الأساسية هو أن يكون قدراته في هذا العمل أعلى من قدرات أقرانه، يعني هو عم بيأدي الرسم إذا في حصة الرسم عم بيأديها بإتقان أكثر من ما يؤديها أقرانه. ممكن يكون خطه بالكتابة كمان أفضل أجمل وأفضل وإتقانه للكتابة، فبالتالي إذا توفرت هذه الصفتين إحنا بنجد أن الطفل في عنده ميول أنه يكون موهوب ومبدع في مجال معين. يعني الموهبة بتشمل جانبين، تطبيق
على أرض الواقع من خلال المهارات. خلال المهارات من الأسئلة أو الاستفسارات للأطفال. الاستفسارات للأطفال لحتى نكتشفهم. فبالتالي أنا كمربي كولي أمر بدي أكون لابس العدسة المناسبة. أنا أنظر وألاحظ كيف أنا بدي أكتشف الموهبة عند الأطفال. إذا نيجي للاكتشاف بطريقتين، إما تعريض الطفل للملل، ورح تستغربوا ليش الملل، لأنه وقتها أنا بعطيه الفرصة أنه توجه نحو يعمل شيء بحبه، نحو رغبتك، نحو القدرات اللي انت بتحس حالك فيها عم تبدع او راح تنتج بطريقه افضل. فهون انا بكون دوري اني انا الاحظ لايش توجه، ما هي المهارات اللي هو توجه فيها اكثر، او ما هي الممارسات اللي كررها، ومن ثم اشجعه الى التكرار ورعايه هذه الموهبه. لكن الطريقه الثانيه ممكن انه اضع الطفل في ضمن مثيرات متعدده، تحفيز يعني لحتى أحفزه. فهذه المثيرات أمامه، هو ما بيعرف موهوب بماذا، يعني مثل ما تفضلت في البداية في أطفال ما بيعرفوا بإيش بتميزوا، لكن خليني أعرضه للممارسات، أعرضه لتجارب. هذه التجارب هو من خلالها بيكتشف أنا بماذا أحب. فالموهبة بتبدأ بهواية، هواية شيء أهواه، شيء أحبه، حتى أتابع وأستمر طبعًا فيه إلى أن طبعًا تتطور إلى موهبة. جميل. هلا ستي، شو الدكتورة، شو الأنواع المواهب الموجودة عند الأطفال؟ هلا شو الشيء اللي إحنا ممكن نلاحظه وتكون موجود عند الأطفال ونعمل على تنميته؟ طبعا المواهب هي ممكن تمتد من السمات الموجودة عند الطفل. فإذا كان لديه سمات معرفية عالية أو سمات وجدانية، سمات اجتماعية أو سمات لغوية، منها تمتد إلى المواهب. المواهب قد تكون مواهب فنية بمهارات معينة، مثل الفن، الأشغال اليدوية، المواهب التي تعتمد على المهارات اليدوية. طيب. ممكن تكون اللي هي خلينا نقول الهوايات اللغوية اللي بتنطلق من قدرته اللغوية العالية. هو عنده اكتساب لغة سريع، عنده محصول لغوي جيد، تحدث مبكرا، حتى سرعته بالحفظ والقراءة والكتابة أسرع من قرانه بالضبط، ولديه مثلا تعبيرات جزلة بمثل سنه، يعني مثلا ممكن نستخدم عبارات وألفاظ إنه يعني كيف أنت جبتها، من وين هذه العبارات. فهو من مطالعته المستمرة اكتسب هذه المعرفة. ففسر هذه الموهبة بماذا؟ قد تكون كتابة إبداعية، قد تكون رواية، قد يكون شخص خطابي، قد يكون شخص قادر على التمثيل مثلا. وقد تكون أيضا المواهب الأخرى اللي هي الرياضية، موهبته في الرياضة، الحساب، في الحساب. نعم، إذا كان لديه معرفيا قدرات عالية مثل قدرته على التحليل، التركيب، الملاحظة، طرح الأسئلة، لديه فضول في دائما التساؤل. الأطفال العاديين إذا بدنا نفرق بيدخل على مكان بيمارس الألعاب مباشرة، لكن الطفل الموهوب أول ما يدخل على المكان يستكشف المكان وبيطرح أسئلة. ماما ليش هذه هيك لونها بالزبط. طب هي طويلة، هذه قصيرة، طب ليش بتنزل الورق الشجر، متى بيرجع يطلع مرة تانية. فهو متسائل دائما. فهذه هي نعم. خلينا نحكي عن دور المدرسة في دعم الموهبة عند أطفالنا. وإحنا كأمهات صراحة بتصير معنا إنه ما بنكون مكتشفين شو في نقاط قوة عند ابننا، بس المدرسة عززت هذه النقاط وبينت موهبته وطورتها أكثر. لماذا ما نبدأ من البداية؟ البيت. يعني ما في طفل بيخرج من بيته موهوب وبتكملها المدرسة. نادرا ما كانت فرص المدرسة أو المدارس في اكتشاف الموهبة، في تعزيز الموهبة قبل ذلك هو موجودة، ولكن هي بداية الدور على الأهل. عندما يلاحظ الأهل هذه الموهبة عند أبنائهم، أكيد هم بتعاونوا مع المدرسة لتعزيز هذه الموهبة. فدور الأهل في البداية هم يعظموا هذه الموهبة تنميتها وينموها، يشجعوها، ومن ثم يشاركوا فيها أبنائهم. حاليا إحنا معظم الأهالي ممكن إذا قلت لهم شاركوا أبنائكم في هذه في مواهبهم، في تعبير عنها، في مثلا إذا هو كان بيرسم أقعد بجنبه بقول لك أنا مو فاضي، أنا ما بعرف، أنا مشاغل الحياة كثيرة، مشغول، ما عندي. خلينا نلاحظ إنه هذه الفرصة هي الفرصة الذهبية إنكم أنتوا عن جد تدعموا أبنائكم وتوصلوهم إلى درجة الإبداع في الموهبة، لأنه كل موهوب مبدع إذا استثمر هذه الموهبة بطريقة صحيحة. عندما يعظم الأهل هذه الموهبة، هو بشجعه على أنه أنا أبقى أتساءل عنها، أبقى أبحث عنها، وبالمقابل بدعمه لفظيا بالتعزيز المناسب لحتى تتنمى عنده. نمدحه ونحسسه قديه هو مبدع. صحيح. ننتقل هنا إلى دور المدرسة. المدرسة كمعلمة هي ليست فقط تربوياً، وإحنا دائماً بنقوله هي ليست أكاديمياً، وليست الشخص المسؤول فقط عن رفع كفاءة الطفل أكاديمياً ومعرفياً، ولكن أيضاً يوجد سمات
أخرى موجودة عند هذا الطفل حتى هي ترعاها، لأنه هي مكملة طبعا لدور البيت. المعلم يجب أن تكون هي الشخص المشخص القادر على معرفة ميول هؤلاء الطلبة. أولا عليها تنويع استراتيجياتها في التدريس، عندما تستخدم استراتيجيات تدريس تراعي جميع ميول ورغبات واهتمامات الطلبة، هي أولا حققت جانب معرفي ناجح لهؤلاء الأطفال، وفي المقابل نمت عندهم الموهبة اللي هم بيحتاجوها. في صفوف الكي جي أو صفوف الرياض الأطفال يوجد أركان تعليمية، ممكن فرصة ذهبية دائما لكل معلم أن هذا الطفل أين يتجه بالركن، لأن خصوصا نحن في تعليم الأطفال نترك لهم الحرية في أنه اختيار الركن اللي هو بحاجة إلى أنه هو يرغب في اكتساب المعرفة عن طريقها. ففي أطفال يتكرر توجههم نحو مثلا ركن القراءة أو ركن المطبخ، فهنا المعلمة بعطيها مؤشر على أنه هذا الطفل لديه ميول في هذا الاتجاه وتعمل على تعزيزها والتشجيع. عملية التشجيع المستمرة، عملية توفير الفرص للتفكير، توفير التحديات له، ممكن أنه التواصل مع مثل مدارس أخرى، مع مديريات التربية في حال إذا كان هناك بعض المبادرات، المشاركات في تعزيز المواهب لدى الأطفال والمشاركة فيها، مثلا حدا عنده موهبة الكتابة، موهبة القراءة، سرد القصة، إعادة سردها بطريقة مختلفة، مشاركة هذا الطفل في هذه المبادرات حتى يبرز وحتى يتنمى له ويتشجع بالمستقبل. جميل. هلأ بعد ما اكتشفنا الموهبة وكان هناك يعني اهتمام من قبل الأهل، كيف بدي أقدر أنميها بشكل مباشر؟ نعم. ووصل معلومة لطفل، لأن الطفل بده سهولة ويسر حتى توصل المعلومة. بالإضافة أنه أنا كيف بدي أقدر أستثمر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية مواهب الأطفال؟ جميل جدا هذا السؤال. كيف أنمي مواهب الطفل؟ الأهل عليهم دور كبير، عشان هيك ذكرت في البداية في أنه متى استثمر الأهل المواهب بطريقة جيدة، متى أنا أوصلت الطفل إلى مرحلة الإبداع. لأن مثل ما ذكرت مسبقا أنه الموهبة مربوطة في الإبداع، لن تتحول الموهبة أو لن أذكر أنها موهبة إلا إذا الطالب أو الطفل أبدع في هذه الموهبة. طبعا. يعني أنا بقرأ قصص، حضرتك بتقرأ، ولكن هل عندي القدرة على تأليف قصة؟ هل عندي قدرة على تحليل هذه القصة وإعادة روايتها وسردها بطريقة جميلة؟ هنا يبدأ الإبداع. عندما يبدأ الدور من المنزل ويبدأ الدور من البيت، علينا عندما ذكرت في البداية تعظيم دور أو تعظيم هذه الموهبة عند الطفل، سلاح ذو حدين. أنا برضو كمان أنه بالإضافة لتعزيز أو دور الأهل في التعزيز، قد يكون لهم دور في تثبيط هذه الموهبة. أنا إذا عززتها بطريقة صحيحة أشجع الطفل وأوجهه نحو مثلا المراكز أو الأنشطة اللي بتعزز هذه الموهبة، ولكن إذا أغرقت وأغدقت الطفل في مشاركاته بهذه الموهبة، قد يعني خلينا نقول يتراجع عنها ويبطل يكون في عنده اهتمام فيها. ليه؟ صفى الاهتمام فيها خارجي، ماما هي اللي بدها، بابا هو اللي بده. صحيح. فبالتالي هو عم بيوجهوني وانا عم بروح ممكن انه بغير عشانهم مش عشان. وعشانهم مش عشان. بتصير دكتوره يعني في كثير اهالي بيعززوا مواهب معينه بتلبي رغبات الاهل، يمكن أكثر هم من الطفل. بالضبط، اكثر من الاطفال، ويمكن هم بطفولتهم كان جاء على بالهم يبدعوا بهذه الموهبه فبيحاولوا انهم يطوروها عند اولادهم. قديش اثرها سلبي على الطفل؟ فعلا. هم عم بيحاولوا انه هو عم بيمشي على رغبه الاهل مش على رغبته. رغبه الاهل بدايه، أو قد يقع الأهل أيضا في أخطاء لها وهي مقارنات مع الآخرين. بالضبط. في عنا اللي هو ابن العم أو ابن الخالة السوبر هيرو اللي بعرف كل شيء. ليش نبعد؟ ليش نبعد؟ خلينا على الإخوات نفسهم بنفس البيت. صحيح. أنا أخت مثلا طفل، أخته بتعرف ترسم، فأنت لازم تعرف ترسم مثل أختك. هون أنا بجبر الطفل على أن يقوم بشيء هو مش ما له رغبة فيه، فبالتالي أنا عم بضيع من وقته في، أو أكيد ليست إضاعة بقدر ما أنه هو لم يجد الموهبة الحقيقية عنده، فوجه نفسه نحو موهبة أخرى، وهو ممكن يقول لك لا أنا مو شايفة استمتاع ولا أنا قادر أبدع في هذه الموهبة. طيب دكتورة، بأي عمر الطفل بيقدر يحدد هو شو بده؟ هو سن 5-6 سنوات بيكون عارف شو بده. نعم. هذا ليه؟ لأنه الفترة التي تسبقها بيكون باين وظاهر اهتماماته، انشغاله مثلا الأنشطة اللي بتلبي هذه الموهبة. ففي سن 5-6 سنوات تتبلور الموهبة عند الطفل، وبقدر يعني من وقتها أو حتى من قبل إنه يبدأ الأهل في، أيضا لسه هم بعدهم عم بيستكشفوا وعم بيشوفوا قديش هو هذا الطفل فعليا حيستمر فيها ولا لا. قديش في عنا أطفال كانوا هو صغير بيقول لك والله أنا كان يحب الرياضة، كنت
لكن ما عدت أو ما كمل هذه الرحلة، فهو قد يكون بسببين، يا إما أنه فعليا انطفأت لعدم توفر البيئة المناسبة، أو أنه فعليا ما كانت موهبته الحقيقية، هي كانت هواية بالنسبة. جميل. ضروري جدا دكتورة نترك مساحة لاكتشاف الموهبة. 100%. نعم، شكرا على هذا التعليق وهذه المداخلة، لأنه مثل ما ذكرنا في البداية هي استعداد، هي رغبة، وكل شخص لديه ميول واهتمام في مجال معين. اترك لي المساحة حتى أعرف أنا ماذا أحب. عشان هيك إحنا قلنا إنه إذا الطفل هو نفسه استكشف ما الهواية أو ما الرغبة اللي هو بحاجة إلى أن ينميها ويطورها، هذه هي أقوى وأدوم مما أريده أنا. أو اكتشاف الأهل بالضبط، أو لا قدام مثلا ممكن تكون هو متأخرة أو ما مش موجودة بالأصل. طيب دكتورة، في أطفال لما بنقعد معاهم إيش بتحب، إيش بتحب تعمل، إيش بتحب تكون، ما عنده أي فكرة أو أي صورة تجاه هو شو حابب أو هو شو بحب، وبتلاقيه هو عم بقلد الأشخاص اللي حواليه. هذا كيف أنا بدي أشتغل معاه بطريقة أخليه يعرف حاله ويعرف هو وين عم ببدأ؟ هلأ، هو من صفات الموهوب القيادة، فإذا كان هو شخص منقاد وهو تأثر بالآخرين قد لا يكون لديه يعني إنه هذا يعني ما عنده شيء ظاهر. طب كيف بدي أنمي الموضوع عنده؟ أعرضه لمشكلات حياتية، أعرضه لممارسات، أعرضه لمواقف حتى أكتشف. بركي يكون في عنده مثلا ممارسات هي أو خلينا نقول هوايات ليست أكاديمية أو معرفية، يعني في أهل بيبدلوا مهارات. نعم، خطأ في إنه بيقرنوا الهواية أو الموهبة عفواً بالتحصيل الأكاديمي. بالزبط. لازم يكون ابني تحصيل أكاديمي عالي حتى يكون هو موهوب، وهذا شيء مش شرط. نعم هو موجود، ولكن قد يكون في أطفال عندهم مواهب معينة وقدرة أكاديمية بشيء معين. مثلاً هو رياضياً لديه قدرات عالية على التحليل والتركيب، ولديه قدرات عالية على اكتشاف طرق جديدة في حل مسألة دون أقرانه، فلديه موهبة رياضية خليني أطورها. فهون الملاحظة أهم شيء في دراسة لشركة جالوب الأمريكية اللي هي خلينا نقول متخصصة في الأبحاث، أكبر دراسة على خصائص وسمات الموهوبين كانت على الملاحظة، كان تعريض أطفال عددهم ما يقارب 600 طفل لملاحظة من سن 2 سنتين لسن 12 سنة. فوقتها بهذه الملاحظة هم اكتشفوا وعرفوا، فهو الملاحظة مهمة جدا، فالأهل المفروض أن يكونوا دائما على اطلاع وارتباط بالأبناء بصورة مستمرة. جميل. هلا ستين يعني دكتورة، يعني هناك العديد من المواهب اللي اوريدي بتكون موجودة ببعض الأطفال، ولكن أنا حاب أني أنا أزرع في بعض المواهب الجديدة أو بعض الجوانب الخاصة اللي أنا حاب أشوفها، وقد تكون يعني شغلة قديمة. حاب ابني، وقد تكون مهارات إيجابية مثلا سواء أكاديمي أو رياضي أو شغلة ممكن يستفيد منها الطفل لما يكبر، فشو المهارات اللي لازم أعملها وشو لازم أعمل حتى أكسب ابني موهبة جديدة؟ هي دائما العمل، يعني هي عملية التنظير والكلام، خصوصا للطفل ما رح يكون ذات نفع أو جدوى. ليش؟ لأنه لازم أنا أعرض الطفل لهذه الممارسات، فهو يكتسب هذه المهارات عن طريق الممارسة وليست عن طريق الكلام. الآن ممكن نحن أن نزرع في أبنائنا، ولكن لا نتوقع منهم الإبداع فيها، لأنه هي إحنا قلنا بنرجع بنكرر رغبة وميول. صح. ممكن أنا أوجهه إنه مثلاً لأهميتها، أقول له إنه مثلاً أهمية الرياضة تنبع في إنه أنت تعرف عن أجزاء جسمك، تعرف كيف بتحرك الجسم، فأنا هو علمياً شوي ضعيف، لكن عشان أربطه بموهبته الرياضية أقول له أنت ما حتقدر تبدع في هذه الرياضة إذا ما عرفت أكثر عن كيف جسمك عم بتحرك، كيف قلبك عم بتستخدمه، كيف يضخ الدم، ما إلى ذلك. فوقتها أنا بربط له المعارف اللي أنا بحاجة إني أنا أطوره فيها بالشيء اللي هو بحبه، هذا واحد. تنين الاستمرار، أنا أستمر بصورة دائمة وليست بصورة مثلا أختار الأوقات اللي هو ممكن يتقبل فيها هذه المعلومة أو يتقبل فيها هذه النصيحة لحتى أكسب شوي إنه إذا فعليا حقدر أأثر فيه إيجابا ولا لا، لكن برجع بكرر وبقول إنه ما بقدر أجبر الطفل إلا على شيء هو بحبه وهو بيرغب فيه. صح. ممكن يكتسبه لكن لا يتقنه، وممكن يكون موجود عنده ولكن لا تكون ديمومة لهذا الموضوع. زي لما بنسجل أولادنا تيكواندو أو سباحة أو كرة قدم وبنشوف مدى تفاعلهم لحضور هاي الحصص، بيكون متحمس أو مش متحمس، كمان في مؤشرات بتظهرها الطفل لإلنا إذا هو راغب أو مش راغب. استمراريته في الذهاب للنشاط، رغبته مثلا إنه هل هو الصبح بتحجج إنه أنا حاب أروح ما بدي أروح تعبان، إنه مثلا بيختلق مشاكل صارت معه في هذا المكان، هذا كلها
من ايضا اكرر بالملاحظه واستكشافي لي هو حتى رده فعله على هذا النشاط. فبالتالي الاطفال واضحين بالزبط. الاطفال ما بتقدري ابدا ان هم يعني يخبي او يجاملوكي او يجاملك فهو اذا حب شيء اكيد راح يعبر عنه واذا شيء ما رغب فيه ممكن مجامله لك او مثلا عشان ماما بس بيظهر اولا واخرا من خلال تقاسيمه. جميل دكتور اهميه توفير ادوات ومعدات امنه للابداع خصوصي للاطفال حتى يعني نرسخ في هاي الموهبة الموجودة فيها ويبدع فيها. نعم جميل جدا في أنه إحنا نوفر مواد ومعينات لهذا الطفل حتى ينمي موهبته إذا كانت موهبة مثلا هي أدائية أو بمهارات معينة. لكن دائما إحنا بنحكي الموهبة مقرونة بماذا؟ بإبداع. فإذا ممكن الطفل يجد شيء أنت مش متوقع أنه يفيده في موهبته وبتلاقيه يستخدمها بطريقة مختلفة. أعطينا مثال دكتورة. بالإبداع. مثلا خلينا نقول مثلا من طفل الآن كل الأطفال متوفر عندهم إذا بتتذكروا العبنة القديمة راح أربط القديم بالحاضر عشان نشوف قديش كان عندنا مواهب زمان وإحنا هلا ما عم نستثمرها بأولادنا اللعب هاي يركبوها زي ما هي يسمعوها. تذكر السيارة يلي عم بيعملوها من الأسلاك صحيح. شوف المهارات اللي هو عملها في إنه هو يلف السلك وكان بسن كانت صغيرة. طريقة هندسية مش سهلة كمان صحيح ما تعلمها هو شاف فهو نقل هذه المعرفة إلى اكتسب خبرة اكتسبها خبرة. فالأطفال لما نعرضهم حتى أو نعرض عليهم مواد أولية أنا بخدمه أيضا في إنه يفكر فيها في إنه يحللها في أو إنه بابا اصنعلي من هاي أو إنه عمل فيها وأوريدي هو عنده حب وشغف فيها صحيح ممكن فهو ينقل فيها. ما يعرفه على أرض الواقع المواد الموجودة مثلا على أرض مثلا في الأطفال في سن صغيرة ممكن الألعاب أنا أختار ألعاب ممكن تخدم نعم وتخدم إدراك الطفل مثلا إذا في سن صغيرة الليجو هو مش مجرد إنه والله مكعبات وعم بخربش فيها الطفل بتعب تركيز نعم ممكن ألاقي الطفل مثلا هو قاعد فعليا عم بيرتب وقاعد بنظم هاي هو في عنده مثلا خلينا نقول بوادر هندسية أو بوادر مثلا شغف في مثلا بناء وتركيب شيء معين ممكن عم بيصنف هاي مهارة أيضا إدراكية عليا عنده. فالألعاب أنا لما إذا أدت غير غرضها هون أنا بعرف إنه الطفل عم بيخرج خارج المألوف من هذه اللعبة. فتوفير المواد طبعا شيء مهم لكن في حال إذا ما توفرت إحنا بنعرف إنه في كثير من الموهوبين والمبدعين نشأوا في بيئات فقيرة بالزبط. فهذه البيئات الفقيرة هم أوجدوا فيها ما يحمسهم ما يشجع موهبتهم وانطلقوا منها. أكيد أكيد. نصيحة أخيرة منك دكتورة لكل الأهالي اللي عم بيحضرونا حتى ينموا المواهب عند أطفالهم. نعم خلينا نقول إنه الأهالي يشعروا بقيمة أبنائهم بداية يعظموا العمل الذي يقومون به يشجعوا على الابتكار ويشجعوا على هذه المواهب وبالآخر هي يساندوا ويشاركوا أبنائهم ولو بالشيء البسيط حتى يشعروا بقيمة الموهبة الموجودة لهم. كل شكر لك دكتورة يعطيك ألف عافية. يعني أنا بتمنى تكون الرسالة وصلت لكافة الأباء والأمهات للبحث أولا واكتشاف مواهب أطفالك ثم العمل على تنميتها وتغذيتها تغذية سليمة حتى تنمو وتصبح بالمستقبل عبارة عن موهبة إبداعية راح يبرز فيها ابنك وبنتك وراح يكونوا من الشباب المميزين ومستقبل مزدهر بإذن الله خاصة تعالى. أحمد في أهالي كتير بيعتبروا أنه الموهبة عند الأطفال مجرد وقت فراغ أو تضييع وقت أو هواية بسيطة ممكن هو يشغل وقته. لا الموهبة تؤدي للإبداع عند أطفالنا بكل المجالات كان دراسية أو حتى بعمله بكرة بحياته حتحس أنه الموهبة قدي أثرت عليه صحيح. فخلونا ندير بالنا على أولادنا هم أمانة برقبتنا والله يحميهم جميعاً.